دنيا دنيا بيت يا دنيا دنيا انت يا بيت ايه ده ايه ده ايه في ايه في ايه دعاء تليفونك عمال يرن من الصبح اصحي ردي طب ما تردي ردي على البيت تسالي انا نايمه يا اختي انا مالي يا اختي وانا ارد ليه على تليفونك انا ردي يا دعاء ردي ردي بطلي هبل بقى الو صباح الفل على احلى بنت فيك يا مصر مين معايا ده حته تنسى صوتي انا حاربه يا بيت يا نهار اسود مين يا دعاء ده حربي يا دنيا ده هي اللي يكون عارف ان انا هنا حربي الو الو اه حربي السلك اتقطع ولا ايه انا مش فاهم ايه اللي حصل مع ان النمره مظبوطه يا عم انا قلت لك دي بنت واطيه ملهاش اصل بنت السايس ده هي اقفل السكه في وشها سيبك منها خليها تتقدم وتتربى يا نعم الله مالك كده يا اخويا بتقولها من غير نفس يعني تقفل السكه في وشي وعايزين اعمل لك ايه في التليفون ارقص لك يا غبي ده مش انا اللي رديت عليك امال مين اللي رد يا اختي دي بنت شغاله بتجيلي تنضف لي الشقه كده كل اسبوع خلاص حصل خير قولي لي قابلت عنتر امبارح اه قابلته وقال لك ايه كل خير ان شاء الله ما تقلقش غيري معاك يا بنت ما تكلميني عدل وافق ولا ما وافقش وافق يا حربي وافق بتقولي كده من الاول وقعت قلب الله يخرب بيت عقلك بعد الشر على قلبك يا حربي طب اسمعني بقى كويس بطل هالفتى اصل كده هنام منك قولي يا حبيبتي قولي يا عينيا يا روح قلبي من جوه اه ايوه عارفه ها وامتى الكلام ده قلت لك ايه يا بنت تخلص المصلحه بس وانا مش متاخر عنك في اي حاجه يلا خش انت كملي نومك وانا بالليل هتصل بيك اقول لك ايه اللي حصل سلام يا احلى دندن فيك يا مصر قالت لك ايه كل خير يلا بينا ها كان عاوز ايه منك الوقت حربي ما تخافيش يا اختي قوي كده كان قصدني في خدمه والحمد لله ربنا وفقني فيها ما سالكيش عليا ولا جابش سيرتي لا يا اختي ما جابش سيرتك قولي لي بقى يا سمسم انت ناويه على ايه يا اختي ولا من عارفه يا بنت دنيا انا شايفه انك قدامك حل من الاثنين يا اما ترجعي لخيال المقاتل اسمها عطيات وتتجوزي اللي اسمه ابضايا ده يا اما تشوفي لك شغلانه انا ارجوها مش راجعه يبقى يا اختي لازم تدوري لك على شغلانه محسساني ان الشغل سهل قوي يعني مش فاهمه بقول لك ايه اكلم لك عزام تيجي تشتغلي معايا في الكباريه هتقولي لي كباريه تاني يا دنيا وماله يا اختي الكباريه مش احسن من العيشة الهباب اللي انت عايشاها ترجعي القبضايا وعطيات انا اشتغل في كباريه ازاي انا يا اختي كباريه ماله الكباريه انا بشتغل في الكباريه شايفاني يا اختي ناقصه ايد ولا رجل وبعدين يا اختي انت بتشتغلي في كافيتيريا وهناك شغل هنا شغل لكن هناك بتاكلي عيش بلدي ومعايا ان شاء الله هتاكلي عيش فينو وانت حره دوري كده الموضوع في دماغك وارسلك على بر وردي عليا يا دودو